حفلة البطريركية الأورشليمية في دير جبل طابور بالقدس بعيد تجلي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وبهذه المناسبة المباركة ترأس غبطة البطريرك كيريوس كيريوس تيوفيلوس الثالث خدمة القداس الإلهي بمشاركة عدد كبير من آباء أخوية القبر المقدس. وفي كلمته قال غبطته: إن النعمة الإلهية قد جمعتنا اليوم في هذا المكان المقدس، حيث أن حدث التجلي كشف عمق واتساع عظمته سر التدبير الإلهي وخلاص الإنسان المكتوم منذ دهور في الله، موضحا بأن اتحاد الطبيعتين الإلهية والبشرية تتجسد في شخص مخلصنا السيد المسيح. وختم غبطته الحديث بدعوة المؤمنين لأن يطرحوا ثقل نوم الضجر وينهضوا بنشاط مع المرنم هاتفين: فاشرق لنا نحن الخطأ بنورك الأزلي بشفاعات والدة الإله، يا مانح النور المجد لك.